إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية. بأول رد فعلي على قرار القيادة العامة للجيش الوطني بإيقاف كل الرحلات من دولة تركيا وإليها، أعلنت إدارة مطار بنين الدولي أنه على جميع المواطنين الذين لديهم حجز تذاكر إلى اسطنبول مراجعة مكاتب الحجز لاسترجاع 75% من قيمة الحجز. ولم تمضي ساعات حتى طالبت إدارة المطار جميع المسافرين الموجودين باسطنبول حجز خط عودة اسطنبول دمشق بنغازي وإلغاء خط بنغازي اسطنبول، وذلك بسبب إلغاء جميع الرحلات إلى تركيا. ويأتي هذا القرار بعد أن اتهمت قيادة الجيش الوطني في بيان لها تركيا بقيادتها غزوا على ليبيا وقيام طائراتها باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش في مدينة غريان خلال الأيام الماضية. هذا الوجود وهذا التدخل وصل إلى أن تركيا تدخل في المعركة بشكل مباشر بجنودها بطائراتها بسفنها من البحر بكل إمدادات تصل الآن إلى مصراتة وطرابلس وزوارة بشكل مباشر، استطلاعها من جوي بالطائرات المقاتلة بالطائرات الاستطلاع يتم على مدار الساعة. نحن نعلم أننا في معركة فاصلة مع العدو، أنه سيستخدم كل ما يملك. نعلم كذلك أن هذه المعركة قد تكون مع اللاعب الرئيسي ومع الرأس الأكبر في الإرهاب في ليبيا، ونعرف أن الآن الأخوان الإرهابيين يتخبطون الآن. قيادة الجيش أصدرت أوامرها أيضا بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، مؤكدة أن السلاح الجو سيستهدف أي نقطة تركية وأي نقطة تتعامل مع تركيا على الأراضي الليبية.